الأرض تضيق علي بما رحبت، وحطام الأيام تلاحقني غيلانها. هل من مبدر؟ الليل مرايا من صمت، وألقب فيه عن جرح يعرفني، يحضر أحزاني يتفيأني، تتصاعد مأساتي ودموعي كدخان المصنع، والسماء طيور أبابيل تطعمني للوحوش الهائجة، تتعالى أنياب اللهب ولا تبقي شيئا، أسوار عكا شامخة محصنة ومنيعة، تغمد جذرا في رحم الأرض، أشجار الليمون بيافا تتهجأ ضاغا في ذاكرة الأوطان، اللد مخلوفة في تابوت الرب، وأطفالها يتصدقون الطرقات، والقدس امرأة تكلى وحيدة تحت سطوح النزف، وفي ظل النسيان تتحطم أحلامي. قصة زنزانة. الزنزانة الصدعة من حولي يغلفها الظلام، يغشى الليل الطويل ومن سدد رصاصة أو حسام، وأنا وراء القضبان يطلبني جلاد لا ينام، شامخ أنا في وجه سجان الحقد والانتقام، فمن وراء باب الحديد من أعماق صبر العنيد أنادي بأني قابع في رحمة السجان كالمذنب الشريد، لكني عن درب العزة والشهادة لا لن أحيد. إن مررتم بأمي بصحبتي بإخوتي فلترسلوا إليهم من قطر دمي دعوتي، قولوا لهم لم يفقدني ظلم أو احتقار صحوتي، بل إني أستفز أشلاء الظلام بشعلتي، من ثنايا دعائكم فلترقبوا لي عودتي. رتب أن تتملكك رائحة الدماء في وسط معركة، حتى تنسى رائحة الهواء وما في جيبك من ذكرى، فوضى مرتبة أن ترى الزمان يخطئ لأجل أن ترى نفسك بلا إنعكاس في مرآة محفظة، وبلا صوت في أذنيك سوى أزيز مسموم يدق الطبول بين طرقوتيك بجنون، ويقول أنا أزلي وأنت لم تولد بعد فمن تكون، فوضى مرتبة أن ترقب طائرة وفوهة تتسلل إلى رأسك وتكتين لتنعدم الحياة، وتدعى إلى مأتبة أقيمت على شرف وفاتك يوم ميلادك، وفوق جسر المدينة صلب جثمانك بلا إذن شخصي وبلا شهادة وفاة رسمية. اليوم عندنا فعاليات بالاحتفال بأسبوع الشباب الوطني، والاحتفال بقيام الدولة عيد الاستقلال، وفعاليات طبعا تذكر القائد الرمز الشهيد أبو عمار. الأسبوع هذا مليء وزاخر بالمناسبات. اليوم فعاليتنا هي بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وبالتعاون مع التوجيه الوطني، طبعا إعطاء محاضرة عن قيام الدولة، عن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، برضو إلقاء شعر من شعراء وطنيين فلسطينيين، وإظهار مواهب شابة في المدرسة العدوية، كتابات من شعرهن وأدبهن نحب أن نستمع إليهم ويعبروا عن ما يجول بخاطرهم في هذا الأسبوع الوطني. اليوم هو نشاطات ضمن أسبوع الوطني للشباب. وزارة الثقافة في عندها سلسلة نشاطات تم تنفيذها في مدارس المحافظة، النشاطات بألوان الثقافة كاملة، كان في هناك عندنا رسم، كان في عندنا عروض أفلام، ندوات ثقافية، ندوات شعرية، مشاركة المواهب الشابة. الشكر الجزيل للمجلس الاستشاري
اللي أخذ على عاد كل يوم تنفيذ نشاطات 20 نشاط تم تنفيذها في كافة المدارس والمراكز الثقافية اليوم في محافظة طول الكرم. وكل هذه النشاطات تأتي دعم لسيادة الرئيس بالذهاب والتوجه إلى الأمم المتحدة. شارك معنا اللي هم المواهب الشابة في هذه النشاطات، وكانت تتركز في استشهاد الرئيس أبو عمار، في الاستقلال، في وعد بلفور. كل هذه الأمور كانت من خلال هذا النشاط.